بيسانتي بينضم لنا دكتور باسم عقية عبر الويبكس، اختصاصي بامراض الجهاز الهضمي والكبد. رح نحكي عن تشمع الكبد. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. بدنا ناخذ بعض المعلومات عن هالموضوع، تشمع الكبد. بنعرف انه يعني مرض بنوصل له بعد كثير من الاهمال بلكي ممكن، او كثير من الخطوات قبل ما نوصل لهون، مش ما بيجي فجاه مبدئيا، صحيح؟ صحيح، في عدة أسباب له، أشياء ترتبط إذا بدك بالإهمال، لبل في أمراض مزمنة فيها تأثر على الكبد بتودي لمرض تشمع الكبد أو مرض تليف الكبد. شو هو تشمع الكبد؟ يعني شو بيصير بهالعضو؟ طيب تنقدر نفهم شو هو المرض بحد ذاته، بدي ضوي شوي بس على الكبد، على أهميته وعلى وظائف الكبد. الكبد هو عضو مهم جدا بالأعضاء الخمسة بالجسم يلي بدنا نعيش بليهم. الكبد عنده وظائف متعددة، من هالوظائف مثلا إنتاج المادة الصفراء يلي هي نحن بحاجة لها لنقدر نهضم الأكل، إنتاج بعض المواد المخثرة للدم الفاكتور دو كواجولاسيون يلي هي مسؤولين بقسم معين عن السيالين بالدم، عنده وظيفة بتثبيت معدل البروتين والسكر بالدم، تنقية الدم من بعض السموم مثل الأمونيا مثلا يلي هو بينتج عن عملية هضم البروتينات بالأمعاء، عنده دور مهم جدا بالعمليات الاستقلابيه تبع الادويه، يعني الميتابوليزم تبع الدواء، نحن بس ناخذ دواء بيقطع بالجهاز الهضمي بيمتصه وبيطلع على الكبد، والكبد بعمليات معينه بيقوم بتحويل هالدواء لمواد معينه. الكبد عنده ميزه خاصه هي بيقدر بيجدد حاله، فعليا الكبد بيقطع من شيء بنقول له ريجينيراسيون، يعني بتتجدد. مع هالمعلومه مهمه جدا لنفهم المرض كيف بيصير، لانه المرض هو ضرر ناتج بينتج موجود بالكبد بتورق او بيمل، وامراض مزمنه بتاثر على الكبد، ممكن الكبد بيعرف انه في ضرر عم بيصير فيه، بجرب يتجدد الخلايا تصلح حالها، هالعمليه المتكرره بين ضرر وتجدد الخلايا بتودي ليصير في ندوبات بالكبد، نحن بنقول سكارينج، هالندوبات بتخلي النسيج الطبيعي اللي موجود بالكبد يصير نسيج ليفي، وبالتالي بس يصير هالنسيج كذا مطرح بالكبد بيودي لمرض تليف الكبد. كيف بتبدا هالاشياء؟ شو هي اسبابها؟ هل في عامل وراثي او كلها عوامل يعني بتجي مع الوقت؟ الاسباب اللي بتودي لمرض تشمع الكبد او تليف الكبد هن كثار، عشرات الاسباب. في امراض وفيها تكون وراثيه طبعا، نادره جدا، نحن بنشوفها اوقات بالكتب وبالحياه المهنيه يمكن بنشوف منها حاله او حالتين. في اسباب اكيد بنشوفها اكثر، مثل مثلا اول سبب اللي هو مهم، شرب الكحول. وبس احكي عن شرب الكحول، مش معناتها اذا حدا شرب كاس او كاسين او ثلاث كاسات على قعده رح يشمع كبده. التعريف العلمي تبع شرب الكحول هو شرب الكحول بكثره ابتداء من 40 50 جرام مبدئيا يوميا، يعني ما يعادل 4 ل 5 كاسات على فتره مزمنه طويله بتدعي 7 او 10 سنين. ادمان، يعني ادمان الكحول. هون بصير ادمان الكحول اذا بدي. ثاني سبب هو الالتهابات، التهاب الكبد الوبائي، الفيروسات يعني مثل الهباتيت بي والهباتيت سي والهباتيت دي، هذه فيروسات بنلقطها بطرق معينه، مثلا من خلال الدم، من خلال علاقات جنسيه، بمرحله اولى بتعمل التهاب بالكبد، الجسم بيحاربها، مناعه الجسم بتشيل الفيروس وبتحاربه انه فيها تنصح منه، اذا ما قدرت تخلصت من الفيروس، الفيروس بيودي ليصير في التهاب مزمن بالكبد، وبهالحالة بصير في عنا الخطر انه يصير في تشمع بالكبد. السبب الثالث يلي بحب ضو عليه، يعني هو اهم بالنسبة لي، من اهم الاسباب يلي للاسف بعد بال 2021 في بعض الاشخاص وبعض الاطباء يمكن ما بيضووا عليه، ما بيعطوه اهمية، هو مرض الكبد الدهني او النون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز يلي غير مرتبط بشرب الكحول. هون اذا بدك هالمرض مرتبط بنمط عيش شوي غير صحي، بتصير بالمشروبات الغازيه، بالجنك فود، الاكل الخالص، المقالي، السكر كثير، بصير في تخزين للدهن بالكبد، وهالتخزين المزمن للدهن بالكبد بيودي لالتهاب مزمن بالكبد وبيودي لتشمع بالكبد. في بعض الامراض الاخرى مثل اذا مخزون الحديد بالدم عالي او مخزون النحاس عالي بيتخزن بالكبد وبيزعج الكبد، هون هيدي امراض بتكون وراثيه. في التهابات بالمجاري الصفراويه داخل الكبد بتودي كمان لتشمع الكبد، وفي امراض اخرى نادره جدا ما رح نفوت كثير بتفاصيلها. اذا طريقه عيش صحيه بتخلينا نتفادى هالموضوع، وطبعا شرب الكحول بطريقه جد معتدله كمان بتخلينا نتفادى هالشيء، التدخين ما بياثر؟ التدخين مباشره على تشمع الكبد لا، التدخين اذا في امراض اخرى
فيساعد التليف يجي اسرع، وبالتالي اذا في امراض اخرى معه في يودي لتشمع الكبد. كيف بيجري تشخيص تشمع الكبد او اي مشكل بالكبد؟ في عوارض واضحه عند الانسان او ممكن ما تكون في عوارض؟ وبنعرف انه يعني عدم وجود عوارض بخلينا ما نكون عم نشخص هالشيء بكير. مزبوط، نحن بس نشك بمرض تشمع الكبد او مرض تليف الكبد، في ارقام سكورات بنعملهم لنعرف الكبد تشمع الكبد باي مرحله. اذا المرض بمراحله الاولى المريض فيه ما يبين اي من الاعراض اللي بنشوفها. دونك هون اوقات المريض بيعمل فحوصات دم روتينيه وصوره اشعه للبطن، وجع بطنه طلب الحكيم وصوره ايكو صوره صوتيه للبطن، ببين شكل الكبد انه متشمع، المريض ما بيكون عارف حاله، وبفحوصات الدم بشوف مثلا انزيمات الكبد عاليين، بشوف فحص السيلان مخربط، بشوف الماده الصفراء بتكون عاليه، او عدد الصفائح الدمويه البلاكات بيكونوا واطيين، دونك كيمو بيصير بفتش على مرض تشمع الكبد اللي هو بيودي لهالاشياء. بينما اذا كان المرض بمراحله المتقدمه صار متقدم لدرجه انه المريض يبدا عوارض يبين اعراض، المريض بيحس تعب، ارهاق، خمول، في ضعف، بصير في ورم بالاجرين، بصير في استصقاء يلي هو تجمع للسوائل داخل البطن، بصير في اصفرار، بصير في حكه باليدين، عند النساء بصير تخربط بالميعاد، عند الرجال بيودي لضعف جنسي، وبالمراحل المتقدمه بصير في عندنا يعمل نزيف بالامعاء من وراء مشاكل شرايين، بصير في دواله بالمريء، المريء هو اللي بيربط الفم بالمعده، ممكن بيطلع عندنا دوالي. كيف الدوالي بالاجرين الشرايين هيك بتتوسع وفيها تنزل. رح ناخذ اتصال دكتور تما نطر المشاهدين ونرجع نتابع. الو الو بونجور مدام كاتيا. يا هلا تفضلي. فيني احكي مع الدكتور؟ تفضلي. بزور. شو سؤالك؟ عم يسمعك الدكتور مدام، تفضلي. ايه اوكي. بونجور دكتور. بونجور مدام. انا عملت صوره ارام، طلع عندي بالكبد سرعه بالدم بالكبد. نعم. شو معناتها هيدي؟ ما فهمت يعني. ما سمعت شو طلع فيه بالكبد؟ سرعه بالدم. دم سريع بالكبد. سرعه بالدم بالكبد. سرعه الدم بالكبد على الاي ار ام؟ ايه. اوقات الاي ار ام بتفرجينا، اذا اي ار ام للكبد بتفرجينا مثل شهوات او تضخم بالشرايين، ما بعرف اذا هيدا قصدك فيها، بس الاي ار ام بحد ذاتها ما فيها تفرجي سرعه، يعني ما بتعطينا صوره الدم كيف عم يقطع بالكبد. نعم. فاذا يعني شوي السؤال مش كتير واضح، يمكن اهم شيء واحد عم يتابع مع طبيبه. صحيح مزبوط، ما قدرت وصلت المساج بالعربي. كمان اتصال. الو الو، بطل معنا الاتصال. دكتور كنا عم نحكي لكين عن آلية التشخيص، الفحوصات الدورية اللي نحن بنعملها بتقدر تبين لنا فحوصات، يعني بما انه في اوقات ما في عوارض، الفحوصات الدورية بتقدر تعمل شك عند الطبيب انه معقول يكون في شيء بالكبد ويعمل فحوصات متقدمة اكثر؟ اكيد اذا المرض بلش يعمل تأثير، لانه احنا بنعرف بصير في فشل بخلايا الكبد، اكيد بدها تبين بفحوصات الدم من خلال مثلا ارتفاع الماده الصفراء، من خلال ارتفاع انزيمات الكبد، من خلال بيوتول عدد الصفائح الدمويه البلاكات بالدم بيوتول، هول فينا نشوفهم بفحوصات الدم، واكيد الحكيم بيشك بمرض تشمع الكبد وبيطلب فحوصات المريض. كمان اتصال. الو الو، يا هلا. بونجور. بونجور. بس بدي اسال الدكتور، انا عندي مدامتي فجاه ما كان اشبشي، صار يطلع بقع حمر بجسمها. نعم. وكبار بجسمها وبكفوف ايديها. نعم. صار عندها وجع كثير قوي وصار تتضايق بزلاعيمها. نعم. رحنا عملنا لها فحوصات عامه وعملنا لها فحص كبد، ما بين عنا شيء. نعم. بقى شو هي هلا وبعدها لهلا عم تعاني منها؟ هلا عم تاخذ دواء. نعم. واخذت ابرتين كورتيزون لخففوا لها الوجع وخففوا لها الحبوب بجسمها، بس يوم بعد يعني يوم امراض بترجع بيطلع لها حبتين ثلاثه وبرجعوا بيروحوا. نعم. فينا نسال الدكتور انه شو هي؟ نعم. ها لا بفحوصات دم ما خلينا فحص ما عملنا لها اياه. نعم. ما مبين. اهلا وسهلا فيك. بناخذ وقفه ولا فينا نتابع الجواب؟ بناخذ وقفه وبنرجع. منتابع سانتي مع دكتور باسم عقيقي، اختصاصي بامراض الجهاز الهضمي والكبد، عم نحكي عن تشمع الكبد. دكتور عقيقي بعدك معنا.
كنا عم نحكي عن التشخيص، فإذا شو هي آليات التشخيص يلي ممكن إنه تكون يكون فيها واضح مشاكل الكبد؟ هو إذا بدنا نشخص، التشخيص الأساسي لتشمع الكبد هو الخزعبة، بتاخذ خزعبة من الكبد وتفحص الأنسجه وبيبين التشميع، تشمع الكبد. بفحوصات الدم فينا، بفحوصات الدم او صور اشعه فينا نشك بمرض تشمع الكبد، واوقات في فحوصات بتغنينا انه نوصل للخزع على الكبد. يعني اذا مريض عنده مدمن على الكحول او اذا عنده التهاب فيروسي هيباتيت بي او هيباتيت سي، عملنا فحوصات دم بينوا عظيمه الكبد عاليين، بينوا عدد بلاكات الصفائح واطيين، بين السيالين عالي، دونك هون 99% المريض بيكون عنده تشمع للكبد، وما بنضطر اوقات نوصل لنعمل الخزع. ممكن في فحوصات دم، صورة أشعة مثلا على صورة صوتية تبع البطن، الكبد بيعطينا شكل معين وطواريفه بتكون متعرجة، وبالتالي بيكون في تشمع للكبد شفناه بالصورة. هل في عودة من هون يعني بلش يكون عم في تشمع بالكبد، في ممكن علاجات أو حسب المراحل؟ نعم، حسب المراحل. العلاجات اذا بدنا نحكي عن العلاج تبع المرض، العلاج بينقسم لثلاث اقسام. اول شغله يلي هي نحن وظيفتنا انه نحافظ على المرض مطرح منه، او اذا كان في مراحله الاولى ممكن العلاج اول شيء بيكون وقائي، يعني المريض مثلا ممنوع ياخذ دواء حكيمه ما يعرف فيه، لان في ادويه فيها هي تضر الكبد وبالتالي بيتطور المرض بسرعه، ممنوع المريض يشرب كحول. بده يتبع نظام عيش صحي، يعني يعمل رياضه، ما ياكل مقلي، ما يشرب مشروبات غازيه. والعلاج القسم الثاني من العلاج بيكون علاج للسبب، يعني اذا في عندنا التهاب فيروسي هيباتيت بي او هيباتيت سي بنعالج الفيروس، بس بنعالج الفيروس والالتهاب يلي من وراء الفيروس بخف، ممكن الكبد يرتاح شوي. والقسم الثالث هو علاج المضاعفات تبع مرض تشمع الكبد، يعني اذا المريض مثلا ورموا اجراء او صار في عندنا تجمع للسوايا بالبطن بنعطي ادويه بتفضل المي، اذا المريض عمل نزيف من الدويل اللي احدى المضاعفات نعمل تنظير للمعده ونعمل لهم ليجاتور مضبط الدويل لما ينضفوا لما يمسكوا بقى. في احدى المضاعفات اللي هي بنفتش عليها بطريقه منتظمه اللي هي سرطان خلايا الكبد اللي هو الكارسينوم هيباتوسيلولات، دونك المريض اللي عنده تشمع بالكبد في عنده ريسك اكثر من غيره يكون عنده هالمرض، نحن وظيفتنا نعمل فحوصات بطريقه منتظمه لنقدر نلقط المرض في حال اجى هالكانسير او هالسرطان بمراحله الاولى ونقدر نعالجه ان كان بعده طرق معينه. الشحم على الكبد هي مرحله ما قبل التشمع او الشحم على الكبد ما له علاقه بهالموضوع؟ نعم بلا، الدهن على الكبد او الشحم على الكبد او مرض الكبد الدهني هو حاله مرضيه، نحن طبيعيا الكبد بيخزن 10 ل 20% من وزنه الاجمالي بيكون دهن، بس يتخطى النسبه المعينه بصير حاله مرضيه. الدهن على الكبد مش على طول اكيد بيودي لتشمع، الدهن على الكبد في حال ضل فتره مزمنه بيعمل شيء اسمه ستياتو ايباتيت، يعني التهاب بخلايا الكبد. وهالالتهاب في حال ضل على فتره مزمنه عند عالم بيكون عندهم كمان عوامل معينه، وجود مرض السكري، وجود الضغط العالي، اذا كان في نصاهه، اذا كان في تريجليسيريد او دهون ثلاثيه عاليه، بيكون هون عندهم ريسك اكثر من غيرهم على فتره سنين عم نحكي انه هالمرض يودي لتشمع بالكبد. اذا نرجع للتشمع، ممكن نكون بحاجه لعمل جراحي او يكون بيساعد العمل الجراحي بوقت من الاوقات؟ نو، العمل الجراحي في حال كان التشمع صار بمراحل متقدمه جدا، ونحن في ارقام او سكورات كمان بنستعملها لنعرف المريض باي مرحله، ممكن اذا صار في المرض صار بمراحل متقدمه جدا هون بده ينحكى بعمليه زرع للكبد. وبالتالي بتكون هي العمليه الجراحيه، يعني بنحط كبد، بنشيل الكبد المشمع وبنحط كبد. هل الكبد ممكن ينشال منه مثلا قسم معين في بوقت من الاوقات؟ اكيد بينشال قسم معين من الكبد حسب شو السبب. ومثل ما قلت بالاول، الميزه تبع الكبد انه بيرجع بيجدد حاله، الخليه بتتكاثر، ممكن فينا نشيل قسم من الكبد والكبد بيرجع بيجدد حاله حسب شو السبب، بس ينشال قسم من الكبد. إذا كان في قلنا أنه ممكن يكون وراثي هالموضوع، ساعتها بيكون في ريسك أكبر، ممكن فحوصات تقدر تدلنا بكير على المشاكل؟ أكيد في فحوصات جينية إتيوجينيتيك بتنعمل، مثل مثلا إذا كان مخزون الحديد بالدم عالي بمرض اسمه الإيموكروماتوز، في دراسة جينية بتفرجينا وين الميوتاسيون، وين التغيير بأي جين، وبنعرف إذا المريض عنده المرض أو لا. وكنا قلنا انه البدانه طبعا عامل مؤثر، بس كنت حكيت عن تريجليسيريد، قد ايه ممكن يكون مؤثر وعند مين؟ التريجليسيريد او الدهون الثلاثيه اذا كانت عاليه بالدم
هي بتجي مش لحالها، بتجي بكونتكست، بتجي نحن شيء بنقول له سندروم ميتابوليك، يعني بيكون في نصاحه، بيكون في بدانه، بيكون في ضغط دم عالي، بيكون في التريجليسيريد عالي، بيكون في سكري او المرحله اللي قبل السكري. هون كلهم مع بعضهم بيسببوا انه يصير في تخزين للدهون زياده على الكبد، تخزين الدهون زياده على الكبد بتخلي يكون في عندنا ريسك اذا في حل صار في التهاب. يعني بدي هي غير العامل الوراثي، اللايف ستايل تبع الانسان عنده تاثيره مطلق على هالموضوع او تاثير كثير كبير على هالموضوع. اللايف ستايل هو حد من الاسباب اذا ودى لسبب معقول يودي لمرض تشمع الكبد، اللي هو مرض الكبد الدهني. فهون يعني عنا سيطرة على هالموضوع بطريقة حياتنا، وإلا بيكون في مشاكل تانية أكيد الفحوصات والأطباء بيقدروا يكونوا عم يكشفوها. شكرا لك دكتور باسم عقيقة، وأهلا وسهلا فيك، شكرا للمعلومات. وقفي هلأ ومنرجع نتابع لايف.